بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في حلقة جديدة من الحلقات اللي كنقدم لكم في إطار التدبير المنزلي لتفرح. اليوم اللي نعطيكم حلقة خاصة عن طريقتي في كي وتنظيم ملاحفي، وكيفاش كان نحددهم إلى أتلي نحددهم من راسي في الدار وعندي لهم الوقت، بخلاف على أني كيف قلت لكم فيديوهات سابقة على أني كنمشيهم للمصبانة الخاصة بالملاحف. اليوم جيت لي نعرض لكم طريقتي كيفاش كنحدد ونبوصي ملاحفي في البيت. اذا الملاحف اولا هادو ديال بيرسي، وديال طبعا انا نتكلم لكم على بيرسي وعلى غاز وعلى كنيبه مفتيله الى غير ذلك. هذا نوع من الملاحف، اما ملاحف الشقه راكم كتعرفوا على ان ملاحف الشقه عندهم حاله خاصه، خاصهم يقوموا الى غير ذلك. بالنسبه لهذا النوع من الملاحف حبيباتي، باش ما نطول عليكم، اول خطوه على اني ما كنصبنهم بالصابون اللي كنصبن به الباس العادي، كنصبنهم فقط بالمعطر ديال الباس، لان كيكونوا نقيين ما فيهم شيء وثوبهم رهيف، ما كيصلح له داك التيد ولا داك الصابون المتين، لانه كي هذا يفقدوا الالوان ديالهم كيفقدوا ديك الجد ديالهم. اول خطوه ملي كنصبنهم باندوش او بمعطر الباس كيف قلت لكم، كنقبض واحد القرعه، هاد القرعه عندي خاويه كنقبضها وكان نسمو مباشره نعمرها بالمسك ديال ليترو ولا باي معطر انت شايفتيه زين عندك موجود. المعطرات ديال الجلد طبعا اللي ما تعود فيهم زيوت، وكنضيف لهم الماء وكنتمن نرش ونحدد الطريقه اللي شفتو. كان اول شيء كنقبض الملحفه، تعرف على الملحفه فيها 6 متر على الاقل، وكنطويها على 4 مباشره ملي كنصبنها، كنطويها على 4 وكنعصرها وهي مطويه. من كنطويها على 4 كنصغر طيها وندخلها للعصاره تنعصر مباشره، كنرفدها ونفتحها على 4 تبقى على 4 بهاي الطريقه هذه كتشوفوا، وفي نفس الوقت كنسوسها وننشرها دقائق، ما كنخليها حتى تنشف مزيان، لا تيمسها شويه الشمس، وندخلها كنعدل هذه العمليه. كنتمن نرش، كنبدا من الحاشيه كنتمن نرش بهذاك المعطر ديال المسك ولا بالمسك اللي بغيتو نتوما، عطى الله لمسك ديال ليتر اللي ريحتها زينه وكتبقى في اللباس تبارك الله، وكتبقى في الملاحف، وملحفه كتاثر على ملحفه. بحال مثلا هاد الغيبه اللي غنحدد ملحفتين ولا ثلاثه اللي نحددهم بواحد النوع من المسك، الملاحف الثانيه اللي نحددهم بمسك ثاني باش تعود الريحه ديال الملاحف ما هي وحده، ومن كيتخلطوا كيعطوا رائحه زينه ما شاء الله. اذا مباشره من كان نرغنهم، راه طبعا نرغن الملحفه بهذاك المعطر بهذيك الفشفاشه بهذيك الطريقه باش تساوى لي فيها الماء، ما ندير ايدي والله نرش هكذا عشوائيا، كنرش بهذا البخاخ لانه كيساوي لي الماء صافي. وكنحدد العرض ديال هاد الطاوله هذه الخاصه بالحديده او بالمصلوح. هاد الطاوله هذه كتنفع قبال الطفيلات وفيها واحد المستويات ديال العلو، بغيتيها طالعه الفوق ولا بغيتيها حاضره تحت على حساب اللي بغيتي انتي. وفيها هاد البلاصه هذه اللي كنطرحوا فيها، انا كنصور بيد وكان نحدد بعيد، داكشي علاش خاسر عندي شويه التصوير، كنعتذر لكم لاني مازال كنصور غير بالبورطابل. المهم قلت لكم على ان هاد الطاوله هذه فيها واحد الحاشيه كلشي كيعرفها تبارك الله، كتطرحي فيها المصلوح ما خفتيه يطيح عليه الشير ولا يطيح لك على فراشي خسرو لك والله الى غير ذلك. صافي كنحدد الطرف اللي عندي فوق الطاوله على عرض الطاوله من الراس الى الراس الثاني الى الزر الثاني بشريطه قبل ما طرحت المصلوح، كنحاول ما امكن نتلمس بيدي الملحفه ياك ما كاينه شي ثانيه لداخل، لان الا حددت على هذيك الثانيه كتبقى مثنيه وخاسره، ما هي صالحه طيه، ما هي الحديده او المصلوح كي يحددها لي على ديك الثانيه وكتبان الملحفه ما هي مصلوحه بيان. لان كيف شفتوا هذه هي الطريقه، كنحس نتحسس بعدا هي الاولى الملحفه ما فيها ثانيه ما فيها شيء، وكنت ماشي على ذا المنوال حتى نلحق الحاشيه الاخيره اللي حددت فيها. دري كان لحقت الحاشيه التحتانيه، انا كنبدا من الفوق هي الاولى لانه هو الاساسي، والملحفه ما كنقلبها كنحددها كامله على ذاك الشكل، عاد كنقلب الملحفه على جوج كنفتحها. شفتوها
هنا ادرك انا كملت الوجه الاول كامل، كان قلب دابا الوجه الوراني، ومن فمك شفتو هنا الحاشيه. هذه الحاشيه ضروري الطفيله بالنسبه للمبتدئات بالملاحف، ضروري مباشره ملي كتشري الملحفه كتمشي تقيسي الخياط يدير لك هذا الزيكزاك هذا باش ما تم تنسلك، لان الملحفه اون فوا تلبسيها ما اسمو كتسمو ما عدلتي هذاك الزيكزاك كتسرب لك مع الديار الى غير ذلك. بالنسبه للشامبان، انا هذا الشامبان نعدته لكم، او هذا جاي للدوش، هذا خيل كيكون رخيص ب اورو تقريبا، وريحته زينه، وكان خاصه الملاحف، الصابون الملاحف، لان الملاحف ما كيكون فيهم شيء، ما عدا الا كانت فيهم شي لطعه ولا شي حاجه كنمشي لها مباشره كنقطعها ما كنمسها. وراني فت نعدت لكم مره فايته واحد البرودوي اللي كيقطع لك المسلي اللي كانت طاش، راني قط نعدت لكم في ميركادونا في فيديو من الفيديوهات اللي كنت طرحت معاكم في جولاتي في اسبانيا. صافي ملي كنحددها او نصلحها من الوجه ومن الظهر كنقلبها، كنطوي بحال اللي قلتو، كندخلها كل بلايص، الجهه الاماميه والجهه الخلفيه اللي فت حدد كنقلبهم ندخلهم من داخل، وكيمرقوا لي دوك الاثنين الثانيين اللي بقاو، وكنمشي على نفس المنوال. كيف شفتو هون الملحفه كيف قلت لكم راني ماني قالبتها، كنحددها على وجهها باش كيبقى داك الوجه بريون، كيبان على انك حددتي، على انها محدده وعلى انها مصلوحه وعلى انها مصقوله. هذا جانب كنمشي بمولي بنفس الطريقه، كانت نبدا بالحاشيه هي الاولى ونكملها ونتم ماشيه ماشيه حتى النهايه. من فم منين كنحددهم شفتو هذا راه حددتها كامل من الزر الاول، ومن فم قلبتها للزر الثاني، ضريك لي تشوفوا شنو نعدلها اللي هنا قبضها ونطويها على جوج ونتم ماشي، وكنحددها على عرض كيف قلت لكم دائما على عرض الآلة هذه او الطاولة هذه، واللي ما عنده هاي الطاولة ما هو بالضرورة دائما الجود موجود، كان قبضهم ونفرشهم مانط غلاظ ما هم ديال الحرير باش ما يتموا يعكسوا ان الامر، لانكم كتعرفوا مانط الحرير ما حدك كتعدي المصلوح وهي كتم تابعتك وتخسر لك الحديده. دائما نعدلوا المانط دوك الغلاظ شويه اللي قاسين معروفين الفراش هما اللي كيعاونوا في نفرشوا ازار فوقهم او لا صابانه، ونبداو نحدوا هذه اللي معات عندنا هالميسه ولعت عندنا هالميسه كان كتعاوننا قباله. اذا انا هون زدت في الفيديو شوي، زدت واحد شوي ديال الفيديو باش نكمل لكم النصائح كام باش ما نعود نسيت لكم حتى شي مسله. اذا كيف نعاود قلت لكم، كيف قلت لكم قبيله لاني كنطويها على اربعه، وهذوك هذيك اربعه كتعود لي من داخل فيها ثانيتين. مهم مني كنحدد الوجه الاول كنقلب للوجه اللي في الظهر ونحدو شيئا فشيئا، كنجي من راس الملح في الفوق من البلاصه اللي كنكلبسوها على راسنا، ونتمو قاضين على عرض الملحفه. هنا راني فت قلت لكم النصائح، النصيحه ديال سمو بالنسبه لهذا اللي قلت لكم الباندوش، دائما حاولوا تشدوا الباندوشات الخاص وخصوهم الملاحف والمسائل ديال الحرير اللي كتخسر بالصابون الى غير ذلك. هاد لي باندوش كيكونوا ريحتهم زينين واثمنتهم مناسبه جدا، وبالنسبه للملاحف ما كتكونش فيهم شي حاجه كيف قلت لكم اللي كدعي لانك تعدلي لهم صابون كيميائي الى غير ذلك. اذا صافي منين كنحددها من الوجهين كنقلبها وباطل كنقسمها على نص او كنطويها على عرض على نص. صافي انا هون فت حددتها على وجهتين كيف قلت لكم، وكان قبض نقسمها دريك صافي نقسمها على نص على عرض، وكان بدا نحدد من عند الراس، كنعود جمعت الملحفه كامله مجموعه من عند الراس، الثنيات ديال الراس كامل الجهه ديال الراس كهي الفوقانيه كنبدا نحددها. بالنسبه لهاد الوراق اللي كيعودوا ديال الطبعه ولا ديال الملحفه ديال الملاحف كيكونوا بزاف ملاحف غاز، وكيحلوا الطفيلات بحال شي يقلعوهم كيتموا يقطعوهم يخسروا عليهم، ولا تصبنت الملحفه كتبقى مكمشه، ما عليك الا تقبضي الملحفه وتثنيها وتقلبيها على الجهه الدخلانيه وتزوزي عليها المحديده حاميه، وكتمي تزوزيها تزوزيها حتى كيعرق داك الصاق اللي فيها، مباشره كتنقلع لك بالعجله كتجي كتأزيحيها بكل سهوله وبدون صعوبه. وهاد العمليه هذه عدلوها الملحفه
طفيلات سابق ما وصل بنت، لان صدقوني كتتهنى ومن هذا المشكل ديال ديك اللصقه اللي كتكون في الملحفه، وكتجيك بعض المرات عند الراس، وبعض المرات كتجيك في طرف الملحفه، وكتعود فراحه وما هي زينه تعودي لابستيها. بالنسبه لصافي انا ساليت كيف لكم هون الحديده ديال الملحفه، صافي تحددت من الزريان كامل، صافي كنطويها على 4 وكنت ماشي وكنطويها حتى لهذا الحد هذا. وهذه هي حلقتنا ديال اليوم، اي شيء بغيتوني نجاوبكم عنه انا في الخدمه في الاستفسار، واني بكم والى اللقاء في حلقه قادمه ان شاء الله.